اللا أخلاقية المعارضة لكل المواثيق التي وقع عليها المغرب والتي يتبجح البعض بتلك التوقيعات ويتبجح البعض بخطاباته في هذا اللقاء في هذا الإطار. الصراح الصراح لرفاق الكفاح. والمسؤولين عن ذلك ومتابعتهم ومختلف المسؤولين من رجال القمع أو المخابرات أو المسؤولين السياسيين. إننا نطالب كذلك بفتح تحقيقات حول الاعتداءات المتواصلة التي تعرضت لها وتتعرض لها حركة 20 فبراير. لا يقف الأمر عند التضييق، بل إن الأمر مسلط على كل أبناء ونشطاء هذه الحركة المباركة. والعياشير تحت